نبدا مع الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدا في تحضير الرز قطاف كامل الاوصاف. الرز الفخم والمرتب، في عندنا الحبه المتوسطه وعندنا الحبه الكريميه، وكمان في عندنا الرز المبخر. طبعا اضفنا الزيت على طول، نزلت بالبصل الان بدك تخلط شويه سمنه. بالضبط. نعم. شوف ديما انا بحب دائما اضيف السمنه، شيء بسيط بس اعطي نكهه. صحيح. على طول راح انزل بعديها بالثوم. هذا رز مع الثوم كثير طيب، لان انا اليوم عامل طبق هندي. ايوه طبق هندي عامل. بعدين الحلو شف نضال انه عاده التندوري بيستخدموا الناس اصباغ له، انت عامله اليوم باصباغ طبيعيه من البهارات. هنشوف بعد شوي. هاي الكركم. طبعا كل بهاراتنا اليوم اكيد من ضياء. مباشره رايح انزل. حاضرين رز قطاف. طبعا شوفوا هو شوف انا ما بحب احط شويه فلفل اسود والله. طيب باخذ. على فكره انا ما بحبش الفلفل الابيض ولا انا، ولا بدخله بريحته، بحسه بغير الطعم. بحس ريحته حتى. هاي الملح. خليكم كريمين في الملح. احنا بالاردن ما بنتذوق الا الاكل الملح صراحه. او معتدل يعني، ما يكون ملحه قليل مو ذاك. حلو حلو الكلام، جوعتنا. طيب. رزات عنا صاروا على النار هسا عم نطبخهم. الان بدنا نعمل تتبيله للدجاج، وهي التتبيله لازم تنتبهوا عليها. انه تتبيله مهمه من الاخر، فخمه تتبيله مهمه. يلا على تتبيله ابو عون. يلا تتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعه، اذا الشيف نضال رح يعمل لكم تتبيله لدجاج التندوري منزليه بدون اضافه اي انواع اصباغ. في كثير ناس بحطوا اصباغ للدجاج، خاصة هو رح يعطيكم اللون الصح من استخدام البهارات الصحيحه 100%. طيب عندي هون من الزنجبيل والثوم. تمام. طازة وفرش. بسم الله. بدك تعملهم معجون. انت حكيت لهم معجون زنجبيل وثوم. بس انا حاد. شوفي. انا كان راعي بالي انه في عندي هاند ميكسر في يا سيدي. فحبيته حبيته يا سيدي. يتألق ابو عون. كمون يرتجل. كمون فلفل حار. هات 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 نفضي هذا. ايوه الصحيح. زعتر مفروم. زعتر مفروم. عندي كزبره. جبنه حلو. عندي كمان. إذن نعيد البهارات شيف لو سمحت. زنجبيل وثوم. أوكي. كمون وكركم. تمام. كزبرة. والله ضيعنا الليمون. بس أنا اللي جميل. عبد الله لما يضحك بكيف، عبد الله بكيف. على فكرة أنا بعد اللي عم بسمعه في ديناي من اللي بيصير في مطبخ رؤية، أنا ما بعرف شيف نضال كيف ضله 30 حلقة واقف على رجلي. الله يحميك. طيب أنا اسمحوا لي بإنه مرقت أولا بس يخلص الشيف. خليني بس لك. يخلص. يلا شيف يلا خلينا نخفقها. ملح. كثرة لا تخافوا. وطبعا هاي الخلطة فيكم تخلوها بالثلاجة لمدة أسبوعين، بس يكون على وجهها شوية زيت. يس. أيوة. مغمورة بالزيت. أيوة. هلا هذا بصير معجون على طول هيك بالسكينة. بدك بايركس؟ بدك بالسكين شي. هاي عندي. عندك كل شيء. هاي تقسيمة التندوري. هاي لازم دخلها للتندوري. ايوه يا بيي ديما. شوفي شوفي هذا اللبن بارد. انا اسف خليني ديما امسك لك اياه عشان ما اغطي. يا ديما لبن بارد يا ديما. ايش قصدك؟ مش عارف ايش قصدك. ليش هيك؟ بس صايم هذا شيء ما بقهرني. الا اللي في البيت. انا خايفه انت وسلمى تقطعوا بعض اليوم. طبعا انتبهوا. شوفوا شوفوا هاي الخطوه ضروريه جدا. طلعوا طلعوا بالفراغات تحت الجلد وين ما بتقدروا حطوا. والله اوبا. بص شوف ابو عون بيعمل ايه. بص شوف ابو عون بيعمل ايه. ايوه بص شوف ابو عون بيعمل ايه. اذكى خلطات دجاج يا شباب. ديما كيف الريحه غير شكل يعني. انا دايخه. انا دخن عشان بمزح. تخيلي كيف في رمضان. ركزوا معي. انا مش عارفه. ولعوا على الفحمات. ايوه قبل الفطور وشو على الفحم. يلا يلا بالفرن. انا ما اخذتهم معي قصدني. 100% صحتين. ديما حطت عينها على الدجاجات مبدئيا. طيب يا جماعه لازم يتغطوا طبعا، ينحطوا بالثلاجه بالرف الاسفل بس عشان ما ينزلوا شيء عبين ما يتنهنهوا. وبعدين تشوهم زي ما قالكم ابو عون سواء بالفرن او على الفحم. افتحي ايدك. ايش في؟ ايش في؟ افتح ايدك شوف. خلي بس خلينا
طبعا عقموا ايديكم بهايجين انا وانت محميين. هلا انا ايش لما بحكي هي والله والله مش دعايه، هي روان لازم يحطوها الوجه الاعلامي انا هايجين الحقيقه بموت عليه. هاتلك بخه، هاتلك بخه. شوفوا يا جماعه هذا الحقيقه، شوفوا سلامه غذائيه، شوفوا هايجين احلى شيء فيه انه منتجاتهم كثيره ما شاء الله، يعني ما خلوا لنا حجه ما نتعقم، صغير كبير صح. كبير كثير للبيت صحيح. للشنطه للسياره بكل محل بنضلنا معقمين ايدينا، لانه لسه الحقيقه بدنا نضلنا ان شاء الله محميين، يعني لانه يعني الواحد لسه بده يدير باله ينتبه ما نفتح جمو المجال على الاخر، لازم دائما نضل معقمين. وكمان هايجين مش بس عندهم معقمات، ايضا معقمات للارض، في عندهم معقمات للاسطح باشكالها وبالوانها. والله يا جماعة هذا أكثر منظر بتحبه ست البيت. والله لما تشوف هاي الثقوب في الرز تعرف يعني ناجح بلش 100% إيش يتنهنه معاها الرز. من الثلاجات أكيد من الطحونة، الطحونة الصحة مضمونة. كوب شنينة من طيبة، ربع كوب هريس الثوم والزنجبيل، ملعقة فلفل أحمر حار مطحون من الضياء، ربع كوب عصير ليمون، كزبرة مطحونة وكمون، كل بهاراتنا اليوم من الضياء مع الكركم. بدنا كمان بصل وليمون وبقدونس للتقديم، بدنا ملح وفلفل. أما الرز بدنا 4 أكواب أرز بسمتي من قطاف كامل الأوصاف، 6 حبات ثوم مفروم، بصل، سمنة وكركم، زيت نباتي، ملح وفلفل.